عايزة أسأل الشيخ سؤال بعد إذنك. اتفضلي يا فندم. ربنا يكرمك يا شيخ، إزي حضرتك؟ اهلا وسهلا بسعادتك، اهلا وسهلا، معلش أنا كان عندي سؤالين كده. اتفضلي. ربنا يكرمك. أول سؤال بالنسبة للإخوات في الرضاعة، عايزة أعرف بالظبط يعني إمتى يبقوا، يعني قالوا مش عارف أكتر من 3 رضعات مشبعات أو أكتر من 5، يعني عايزة أعرف بالظبط إمتى الاثنين اللي رضعوا مع بعض يبقوا إخوات، وهل الاخوات جميعا يعني دلوقتي لو في ولد وبنت رضعوا مع بعض كل الاخوات بيبقوا اخوات بعض، ولا يعني ولا هما الاثنين اللي رضعوا على بعض بس؟ حاضر يا فندم. ده سؤال. معلش السؤال الثاني بالنسبه لتعويض ايام رمضان، احب اعرف راي حضرتك في موضوع التعويض، هل لازم نعوض في شوال ولا الاولويه للسته البيض وبعدين نصوم التعويض براحتنا بعد كده خلال السنه؟ حاضر، شكرا جدا. اشكرك، شكرا لحضرتك. السؤال الاول موضوع الرضاعه. موضوع الرضاعة موضوع شائك، وكثير من الناس تشكل عليهم هذه الأحكام، لكن حقيقة أنا هنا أود أن أصيغها بأسلوب سهل ومختصر جدا كالآتي. أنا مثلا رضعت من امرأة معينة، هذه المرأة التي رضعت منها هي أمي، وزوجها هو أبي، وأولادها جميعا ذكور وإناث أخوة لي. أنا مينفعش أبدا أتزوج أي واحدة من بناتها، بقينا اخوات، خلاص اخوات، خلاص اخويا كل انا، حكم الاخوه، كل الاخوه كانها ولدتني. طب العدد الذي تثبت به الرضاعه 5 رضعات مشبعات، وعلامه الشبع ان الطفل ينام بعد هذه الرضاعه او يهدى، او يهدى، يبقى 5 رضعات مشبعات، وقيل 3 رضعات، وقيل تثبت برضعه واحده، لكن مع كل خلينا في الراي المختار 5 رضعات مشبعات. فكما بينت المسألة كالآتي، هذه المرأة أنا رضعت منها هي أمي، وزوجها أبي، وأولادها أخوة لي، أنا لا يمكن أن أتزوج بنتا منهم. طب أخي، أخي ممكن يتجوز الست اللي أنا رضعت منها حتى، ويتجوز أي واحدة من بناتها. فالحكمة هنا أو الحرمة تسري على المرضع بس فقط. دي موضوع الرضاعة باختصار عشان ما نلخبطش نفسنا، ونقول بقى للمسائل الفقهية والقواعد الأصولية عشان الناس تقدر تفهم المسألة كويس. بالنسبة لتعويض أيام رمضان، المستحب في شوال، في شوال ولا بعد شوال؟ ولا بعد شوال طول؟ هو طبعا هذا القضاء على الساعة. يعني على الساعة بنسميه كده التراخي، في حاجة اسمها العبادة الفورية والعبادة على التراخي. فورية يعني لابد أن تفعلها فورا، التراخي اتفضل زي الحج كده، الحج واجب على التراخي، ممكن تحج السنه دي السنه اللي بعدها، عندناش مشكله. القضاء معها طوال العام فهو على التراخي. ان ارادت ان تصوم 6 ايام من شوال فبها ونعمت، وتاتي بعد هذا. البيض يعني لا مش اسمهم بيض، اسمه 6 من شوال. ايوه احنا يعني مشهورين يعني، خلينا مع اللي بيسموها البيض. هي البيض اللي هي 13 و14 و15 اللي هم ال3 ايام اللي في وسط الشهر اللي هم 3 البيض. اما دي اسمها 6 من شوال. كل صيام سميناه بيض ليه؟ هو الصيام كله أبيض. ربنا يجعل ايامنا كلها بيضاء. جميل والله، الصيام عباده ربانيه كلها بيضاء. لكن يجوز لها ان تصوم 6 من شوال وبعد هذا تاتي بالقضاء. طب لو انها ارادت ان تؤدي القضاء اولا فبها ونعمت، وشهر شوال معها طويل، بعد هذا تاخذ منهم 6 ايام اما متفرقه او متتاليه، المساله السيان لن تختلف كثيرا في الحكم الشرعي. تمام. نرجع بقى